كلشي ونسالو فيهم ماشي بحالاتي. يلاه ارسوارت الدار لا ما عطاك السوارت ما غادي زيد نولي خايبه حيت انت جبتيني كوبيتي لي اختي اجي صوبي الدار بلا ما تقول ماما شي حاجه ما تبقاش تحط عليا انا ما عرفت حتى واحد فيهم حتى واحد فيهم تعال فيهم في داركم في دارك ديهم لدارك هو يا لي زامي كيف شفتوا في اللقطات الاولين اللي دائما كنديروهم لاله جميله اكيد غادي تغوت وتفرك على كامل وضربنا وتصرفقنا وبزاف الحوايج تخمسنا تخمسنا جالسه ما بيا ما عليا سفيان في الدار قال لي والو في زاد دابا جي عندي قولي لي اش بان لك في هذا البلان هاد نتوما عارفين صراحه كلشي كيقول لنا كيعجبونا المقاليف في ماماكم بالخصوص ماما مع الشقا الله يستر راه ما كتموت اش حاجه سميتها الشقا ما يمكنش ما يمكنش شنو قررنا على اساس الدار كلها غنتقلبوا واش قلبناها دابا ندور لكم الكاميرا وتشوفوا التقليبه اللي داينه في الدار يعني الدار ولات ما تشوفوهاش كلش قلبناها والوالد على عليها والسي طاهر يمشي يجيب الوالده من عند صاير اختي كانت جالسه عندها وغادي تشوف الدار خليكم معنا تشوفوا الدار كيفاش رجعناها ليتس جو فوالا لي زامي كيف شفتوا راهو بلنا الصالون كامل وكيف كتعرفوا حنايا زربنا عليكم وقلنا لكم لا سلامنا كامل لانه ما بقى والو ويجيو ما بقيناش اخر ثواني عرفتي جاي تنجري بابا صافي جاي علاين دابا في الطريق صافي رجع كلشي ونتمنى الفيديو هي شوفوا واكلي العصا واكلينا انا كتشوفوني لابسه الكبابط فهمتي وليت صحيحه على قد الحال جميله صافي هذيك اجيو تشوفوا الكوزينه كيفاش درت لها سر اسمي بلو محسن اول سينيماتيك في شوفوا البيت شوفوا البيت شوفوا البيت كيفاش مرون البيت راه مرون كنقول لكم فين مرون ماشي مرون صافي تنتي حفظوني الحباب ديالي الله يحفظهم لي تنتي هذاك الشيء باغا تخصي ناري ناري الخليدي في لايت قفايتيها ناري 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 الدار كيفاش دايره ناري الدار ديال الحاجه جميله كي ولا بوب 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 على الكوزينه فريزر انت اللي غتكالي العصا لا والله انا كنقول لك والله خوتي الا عرفتي كي داير الكوزينه راه مرونه والو يجيو غادي نحاولوا نفكسوا هذا واجي نديروا انا وياك كنضحكوا وكنكركروا مزيان ف انا وياك مسوقين مسوقين اهلا ماما لاباس نشوفوها عادي نشوفوا الرياكسيون ديال يلا ليتس جو خاصة نفكسوا الكاميرا يلا ليتس جو قلت لك هذيك كي بقات ساره حقا كلي معاكم في الطريق هذا الشيء شنو كان عندكم شي واحد ضاربين ولا شنو ولا مضاربين ولا مقاتلين ولا ما شنو ما فهمتش شكون اللي كان معاكم في الدار انا فائزه في بطن ناس انت فائزه في الدار درتيوها الدار كلها هكذا هكا طاحت الدار كلها كلها ولي الفيديوهات محطوطين كلها الكوزينه غنشد الكوزينه حتى هي ويلي 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 سعيد ما تشوف الكوزينه وما معيطش عليها هي جات وطيبت داكشي صوبته وخلاته ما كلاتوش بقات كتاكل والو جات بدات كدير دارت واحد اللايف بدات تشتف على هادشي شو كاين بالضبط هادشي ويلي 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 صافي الله يرضى عليك واخا بغيتي تعرف شنو كاين يلاه هاتصوني وانا يلاه دخلت ايوا عرفتي دخلت فواحد قال لي قلت له فانني مامو تجي قال لي راه دابا جايه عادي هضر معاك لا دابا جايه مع صاحبي تفاهموا هو تيقول لك جيتي وطيبتي انت دابا عاد دخلتي انا ما فهمتش بابا بغا يلصق ليا مونتي ما فهمتش عنده خويا انا يا مشى دار بلاتي دارك دارك طيح عليك حتى حد ما كسب الدار انت يا تلقيني مزيان انا وامك انا الا جيتي كاع وهاد الجيفه كسر الدار
انت دخلي وشوفي الدويره هكا وقول لا راني نزيد شي راني نعوض دارنا داركم هالنوبات داركم على فين كنتي وفين كبرتي وفين كنتي كاع ويلي يلاه جيت يا ماما فين كنتي كنتي في داركم ايوا ايوا شنو هاد الشيء دقيقه انا دقيقه هو ماما وليت دقيقه مشيت نشوف البنت واحد يفقد لاخر ماما انا يلا دخلت من بعد ماما صافي انت ما كايناش في الدار هو يبقى راجل لا لا الترافه تاعتكم ولا انا ما كنتش هنا ما كنتيش هنا الراجل خليته في الدار هذه المره ما تخليش خلي دارك ما كانتش هنا حتى هي والله حتى هي ومطيه واش عاد دخلت دابا لقيتها اللي دخلت تقدرني انا وليت ملي دخلت لقيتي هادشي ومن الباب تسمعوا كي 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 بلاتي ملي دخلتي لقيتي هادشي وشوف نظرك ما لقيتش هادشي يا ماما شوف لقيتي واش راه بينا لقيتي وقال لك ماما راه مشات تشوف اختك وتجي قول ليها من الاخر جبت لي زامي وداكشي وكنسوف في الصالون يلا وبركه الجزائريه انا ما كايناش هاد لي زامي عندك تيشتفوا بحال العودان اجي علاش لصقتي ليا هي ماما اللي جابتو ايوا هاد الولاد اللي كيجيو عندو الحظ لي زامي ديالي وديالها بجوج والله من طيبه قسما بالله تيبقى فيا الحال ديالي وديالها واخا دا مشيتو نتوما عند اذا مشيتو نتوما عند شكون هادي اللي جبتي ليا شكون هادي قال لك حتى انتي جبتي حتى هي جابتهم جابتهم كامل لا انا نقولك علاش دابا كانوا لي زامي ولي زاميه صفاء وخديجه وبهاء انا نقولك علاش وحده فيهم سنه ليها باها كاذبه على عليهم قالت لهم راه معاده قالي فايزه اجا عتقي دغيا بها مع بنت لا لا بالله انا جيت زامي لي زامي انا ما عرفت حتى واحد فيهم حتى واحد فيهم حتى فيهم في داركم في دارك ديهم لدارك بلاتي الزمان اجي يا سفيان 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 اجي انتوما الا مشيتو عند هاد لي زامي بلاتي بلاتي نقطه 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 الله يخليكم انا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم انا غادي نمشي بحالاتي للدار دابا تخليها اللهم والله يا بنيتي الا خرجتي لا نصوب مع ماما طبعا نصوب معاه وهادشي علاش صوبتي انا ما كاينش اويلي يلاه انا ماما ماشي انا ماما هي اللي دارت داكشي يا ماما الله يرحم باك وفيت هنايا كلهم مقفلين ووحده فيهم ما كايناش لدارهم اللي حنا مجمعين هنايا قالت فين دابا اجي دابا اجي باش تبان لي بنت حدا هنا دابا دابا يوم دخل تعقي بيا انا والله العظيم ما بقيت نتبع انا ومامتي ما انا ومامتي نصوب الدار كامله انت غير جلس انت علاش كتبدل لي الصباح شوف كذابه هي قالت لك عاد دخلي دابا كذابه وانت اللي مدخل الصاحب كدي كدي عمره كدي انت على الاقل بعدين تفاهمتوا انت وياه على هذا الكذب هذه الشقه وانت تغلط ماما طيحتي لي كتاب ما درتي لا والو ماما طيحتي ماما نوريك تصور حاجه بحاجه من الاخر الا بقيتي تكذب عليها نوريها كل شيء يلا واسكت اويلي اويلي مصوراك كتجبد الصباح مصور انا كانوا هنايا جالسين كاملين يلا دابا هي قول الصراحه نوريك كل شيء ونساليو فيهم ونمشي بحالاتي سفيان انا صورت الدار لا ما عطاك الصور سفيان ارسول الدار من اليوم تنكون انا ها ارسول الدار الا ما عطيتيني الصور الدار غادي نولي هي ماما كتكذب عليا تصور تصور نوريهم سكوت ما تبقاش كذب سكوت ما تبقاش كذب اصاحبي ما غادي بغيت نولي خايبه تتعرف حيت انت جبتيني كوكيتي لي خسين اجي صوبي الدار بلا ما تقول ماما شي حاجه تسحق عليا انا تشوف انا انا ودني انا ودني انا اللي نضربك ونضربها ما ديرتش انت وخليني ما نوضش انا ما ديرتش انت اختك انا البريه ما عرفتيش عرفتي انت قسما بالله الا عندك السوار مسمومه هي عندها دارها ولات انت عندك السوار ديال الدار كانت كانت هي الدار ديالكم هادشي باقي ما قلتش لها الدواسه الاخرى اللهم صل الدواسه انا عندي دواسي قول انا بالدلائل انا صوره وصوره البنت واحد البنت جابت واحد البروش مع ولدها داير بحال هكا وتصرفقت التلفازه الله يمشي الا كتبت عليك الا خدامه الله ياخذ فيا الحق جميله
اش انت يا جيجي؟ بلاتي كامل على حاجه اخرى. هادشي كامل جميلة. جميله تلفاز بمليون مشات. ناس ماما ناس سعيد كنضحك معاك كنضحك معاك بانك كنضحك معاك. اش ما كتسطيتي انت ولا كيفاش بانك؟ يلا واش عندي هادي مالا؟ لا يا بصح هذيك خساره. والله ما يمشي لها هو برانك صراحة الله. ها هي بلاتي بلاتي هي مقلب هي بابا ماما هي مقلب بصح مقلب والله العظيم هي الصراحة مقلب والله حتى مقلب ولكن راح خسر لكم التلفاز. التلفاز دابا مالها زبالة وين لله وين لله راجل والله حتى خسرات بالله. انا وياها انا كان شويه وهي تقول لي اجي نصوب لها واحد السلك وهي تفاعلها. قول لي صح دابا بدينا ياك فاشتي كل شيء والله الا انا وياها. قسما بالله العلي العظيم ما تنعرف لا فيديو ولا بانك ولا زمر. قسما بالله تهزوها وتمشي وتصوبها انت وقتك. انا غدا تهزوها في الصباح وجيبوا لي التلفاز. صافي ما بقات غير التلفاز. ولا غادي اللي عنده شي حاجه ناقصها الجدبابه اللي عندك. ناني دابا هو ملي كان الدار مرونه ما كنتيش بحال هكا وملي دابا جبدناك التلفازه يا خويا الوجه ديالك تبدل. هي البرانك ديالك بصح حقيقي بصح التلفازه خسرات باش نقول صراحه انا بنت الحق وانت الدار حنا متفقين. غدا في الصباح مهما كان مهما كان الوليدات ملي كيبقاو في ديور باغ راسك هاد البلد وطيحتي الدويره كتقول كل واحد الدويره شوف شوف سعيد انا كندوي على الدار دابا التلفازه ها انت كتشوف شنو داروا فيها هما غيصوبوه هما غيجيبوا لي صوبوه هما اللي خسروها التلفازه بصباح هو جالس معني قالت له الدار جالس من دار ولا زمر الدار اللي عليها العمده انا كي خليتها دابا ما عنديش سوق في الدار تقلب كامله تصوب طاحت خديه تصوب تلعب واحد تتصلو وهذه شنو هو؟ شنو المصيبه هذه؟ انا التلفازه مالك شنو هاد الفضيحه هذه؟ شنو تقول لي هذه ولا هذه؟ دابا هاد الشيء كله سي سعيد شفتي فيه التلفازه بوحدها هو الوحيد هذاك كلشي تصوب جاب العانة وجاب المقلب في التلفاز والله يحم باك ومقلب في التلفاز ولكن مسكينة صحتها ما شفتي صحتها شفتي غير التلفازة لا هي بصراحة كريطة الله يحم باك عطاو لي انا ابتسامة غيصت لي نكتب لا حول ولا قوة الا بالله. شوف والله شو جميلة والله ما دي فلتوا فيها بجوجهم وبلاتي نقول دابا ملاعب ودابا شوف اذا كانوا تيصوروا بصح فيديو صح قسما بالله العلي العظيم بلاش بلاتي من هذا؟ بلاتي الصباح هذه يهزوا التلفازه ويمشيو يدفعوا يصوبوا هذه ويجيبوها مصوبه والحباب ديالنا ها هما دو تيشوفوا واش دخلنا عليكم بالله يديروا المقلب كما بغاو ولا يدير كل شيء تيتصلح ولكن اللي باش يخرجوا على واحد الحويجه بابا انت خسرات التلفازه بالله اذا بقات كتقلب في الويفي وكذا وهي تصوت هذاك هما السلوكه خارجين والله العظيم الا تهرب كوني واقعيه واصلا ما دخلناش في المقلب تي دخلتيها حنا كنا بغينا انا اخويا بغيت نحرق لك الدواسه وتخلي دار عشتك واخا ما ضربت والدار هذا غنحيدوا له السيرو ديال الدار لا داكشي اللي قلت لك بالعاني يا ماما والله ما كاينينش لي زان ولا شي حاجه شي واحد واش تسطيش انا كنضحك ماما مقلب والله حتى مقلب تسطيش مقلوبه هكا احنا قلبنا هكاك بالعاني ولات شهينا شي مقلب خالتي جميله وقلنا والله نحطوه مقلب خالتكم جميله انا ديما خالتكم جميله محروقه علمهم طايرين مالهم هذاك حقيقي هذاك والله حتى خسرات بالله ها ما كنكذب التلفازه وجي التلفازه الله يرزق الصحه والسلامه تمنى يا شو والله شو قطع لي يا حوايجي مني قلت مسكين هيدي لي على ضربتي طاي شوفي جميلة نصيحة للحباب ديالي نصيحة للناس للحباب ديالي كنعطي هاد النصيحة
الوليدات اللي كيبقوا بابا جي سمع النصيحه بابا النصيحه على الحاجه اللي صافي بابا صافي خلينا نديروا خاتمه صافي بناتي بناتي كبكالي وضيت الفاتحه هاي الولد اللي وحق الله تيحنت البنت ديك الدار كيردوها كيشعل كتشعل صراحة البنيته دار الام ما كايناش دخل قاصده تلقى الدار فيها الريحه اويلي مقلبه ماما قسما بالله الا عمرها ما خصاتش الله يحفظك ليلي الله يرضيك ليلي لا ما نكذبوش على الله دابا قالوا كباوي يديروا ايه مخ وانا عماني خصيت لكم شي حاجه ما خصيتيش ولكن خصيتي ولي خدام انا نسمح لكم شويه انا نشوفوا براسكم وهما دول يقولوا لي عندي الحق واحد الحاجه ما تعرفوش ماما وديروا خاشي ما بقاو دابا التلفازه حتى الصباح التلفازه راه بصح خسرات قسما بالله مقلب مقلب الحمد لله ماشي مقلب لا ماشي مقلب الله تتهزاتها لا والله تتفى ما بقاش خدامه ما خدمتش ولات فيها غادي تجيبو السيد يشوفها يهزوها ما كاين حتى واحد غادي تيشوفها بعدا وعاد يهزها خاجي رقاقه خاصك تجيب شي سيد صافي هادي انه هادو رقاق ما خصهمش يجي بعدا يشوفها بحال دابا مهما كان هادشي غير ضحك هادشي ضحك والله ما كان شي لي زامي الله يعطيني العمام والله ما كاينش لي زامي بالله ويلي ما دخل حد لا انا بغيت نشريها له باش ضربيه والله العظيم والي زامي شوفوا تبارك الله عليكم خطاكم ما تنساوش انستغرام ديال فائزه صراحه ديما كتبغيو لي فيديو بابا شي كليمه مالك بقيتي مصدومه وما تنساوش الحباب ديالي تاع انستغرام ديال لاله فائزه وزيدي سفيان ولاله جميله جميله الله يحفظكم ونوصلوا ل 1 مليون ديال لي زابوني ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم بحفظ الله ماما والمفاجاه ديال هذا الفيديو درنا مقدمه انا وسفيان كنا وعدناك اخر مره نديرو معك فيديو واعر هذا الفيديو يتحط في الشين ديالك هذا ديالي انا ديالك انت والله يرضي عليكم امين يا رب فرحانة وانا ايوا هادي كتبها ما غيصاوبو صراحه الفيديو اللي طاب كومي طوندونس المغرب وفي الدول العربيه كاملين صراحه هو المقلب اللي دينا اللي كانت فاطمه الزهراء فيشاتو اسبوع هو في طوندونس واكثر من اسبوع شي دي جوغ هذيك دارت هابيه لاله فاطمه الزهراء وقلنا لها حيت كانت غيتحط عندها في لاشين ديالها وخديناها لها وديك الساعه درنا لها هذا المقلب هذيك الشرت اللي تيدايره فيهم لا داك واعر داك المقلب خطير كلهم كيدعوا معاك وعجبهم الحال الله يرحمه الرياكسيون ديالكم وتبارك الله عليكم احبابي وكنحماقوا عليكم بزاف الله يحفظكم بحفظ الله الله يخطيكم فيزا نوضي صوب الدار يلا سالي